شو السر بالحب الكبير يلي بيحصل عليه شخص أكثر من غيره؟ فكر بشخص سياسي بارز، فنان معروف، أو حتى صديق طفولة. شخص لما بيدخل لأي مكان بيلفت كل الأنظار وبيخطفها. ليش هو جذاب؟ مظهره؟ الطريقة اللي بيتحرك فيها وبيتحدث فيها؟ شخصيته؟ موقفه وطريقة حكيه؟ إنجازاته؟ كلها بكلمة واحدة وسر واحد، الكاريزما. أصل كلمة كاريزما يوناني وهي بتعني العطية أو الهبة. قبل قرن من الزمن كتب العالم الاجتماعي والمفكر الألماني ماكس ويبر عن الكاريزما باعتبارها صفة خارقة للطبيعة، وإذا كانت هالعطية مخصصة لعدد قليل من المحظوظين وكان سر جاذبية الشخص يلي بيتمتع بالكاريزما صعب التحليل، فويبر راح بنظريته إلى أبعد من هيك وتحدث عن السلطة الكاريزمية وهي نوع من القيادة تستمد السلطة من جاذبية القائد. عادة صاحب الكاريزما بيمتلك صفات مميزة، إما بمظهره الخارجي أو أيضاً بنظرة عيونه، بطريقة كلامه، بتحركاته، يعني شخصيته بشكل عام. أكبر مثال على ذلك نجوم التمثيل، فكم ممثل لفت النظر بشكله قبل موهبته؟ أحياناً بتجي الكاريزما من الإنجازات، تماماً مثل ما بيصير مع الرياضيين يلي بيسحروا قلوب الجماهير بسبب وجودهم وموهبتهم بقلب الملعب. وأحياناً ممكن تكون هالصفات المميزة هي من وراء الأفكار يلي بيطرحها صاحب الكاريزما أو من وراء سمعته أو تاريخه الحافل. نعم، صاحب الكاريزما ممكن أنه يكون ذات تاريخ طويل كفيل أنه يحوله إلى أيقونة. شخصيتين حملوا صفات القيادة ممكن أنه نتوقف عندهم شوي. شخصيتين جمعوا بين سحر الحضور ومهارات التواصل مع الآخرين والتأثير عليهم، ونجحوا بإقناع الجماهير بمبادئهم. الثائر الأرجنتيني الشهير تشي غيفارا والزعيم الكوبي فيدل كاسترو. ومع دخولنا بلعبة الأسماء، وعادة لما نطلب من الناس أنهم يوضعوا قائمة بأسماء عامة ذات شخصية كاريزمية، منلاقي أنه جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ وغاندي وبيل كلينتون وباراك أوباما يشار لهم بشكل شائع ومتكرر بالمجال السياسي. وبعالم التلفزيون والترفيه منلاقي أنه أوبرا وينفري تتصدر القائمة، وفينا نذكر أيضاً كلارك جيبل ومعه مارلين مونرو. طيب، هل الكاريزما فطرية أم مكتسبة؟ بالتعريف العلمي هي مزيج من الطبيعة والتنشئة، فبعض الناس ممكن يكون عندهم قدرة فطرية على أنه يكونوا أكثر جاذبية من غيرهم. ولكن قبل سنوات قليلة دراسة امتدت لعشر سنوات وقاد أستاذ السلوك التنظيمي بجامعة لوزان جون أنتوناكيس أكد أنه آليات الكاريزما قابلة للتدريب. كيف؟ الناس بتقدر تتعلم تكتيكات مختلفة من خلال التجارب والنماذج يلي عادة بيتأثروا فيها، فبيستخدموا الأساليب نفسها وأحياناً من دون ما يعرفوا هيدا الشيء، بينما البعض الآخر بيقوم بمزيد من الممارسة ليصير شخص عنده كاريزما. وهون صار ممكن نحكي إذا جاز التعبير عن السلوك الكاريزماتي. ممكن تجي الكاريزما من مصادر مختلفة، نذكر منها مثلاً الاعتناء بالمظهر والسلوك والكلام، ممكن للأداء أنه يلعب دور، ممكن للإشارات أو حتى بعض التكتيكات الصغيرة أنه تعمل فرق. إذا أخذنا على سبيل المثال بعض الشخصيات اللي عرفت أنها بتتمتع بالكاريزما، منلاقي مثلاً أنه ستيف جوبز، وفضلاً عن إنجازاته اللي كانت بتشكل مصدر جذب لإله، كان يعتمد على مقولات وحركات جسد خاصة بتساهم بإلهام المعجبين فيه. أما الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون فكان بيعتمد فضلاً عن حركات الجسد على تعبير وجه ونبرة صوت لتعزيز الرسائل اللي كان بده يوصلها والتأثير من خلالها بجمهوره. بالمقابل إشارات الأداء بتلعب دور كبير عند فلاديمير بوتين، وخصوصاً لما يحرك إيده بشكل محكم وهو عم يدخل من الكرملين. وأخيراً عرفت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر بأسلوب خطابي بيعتمد على الاستعارات وحجج الإقناع وتجيش المشاعر الجماعية لتعزيز حضورها وصورتها عند الناس. وانطلاقاً من يلي سبق، لابد من التوقف عن ملاحظات سريعة بتتعلق بالكاريزما. الكاريزما ممكن تأثر بجماعة أو شعب أو حزب من دون ما تأثر بمجموعة أخرى. فالكاريزما عند هتلر مثلاً كانت كارثية بالنسبة لخصومه. لما نقول كاريزما نحن حكماً منكون عم نتحدث عن تأثير،
نجم الموسيقى العالمي الشهير إلفيس بريسلي ترك خلفه آلاف الأشخاص حول العالم يلي بتقمصوا شخصيته من الملبس والحركة وتصفيف الشعر. أما كاريزما نجم فرقة البيتلز جون لينون فساهمت فضلاً عن فنه بتغيير أفكار جيل بكامله. سؤال بالختام، من بعد كل اللي سمعته شو أول شيء ممكن تشتغل عليه من المهارات الموجودة عندك وتطوره حتى تصير بمفهوم هالحلقة سيد الكاريزما؟